12:10 بتوقيت القاهرة، كله لجل الأهلي. ألف ألف مبروك جمهور النادي الأهلي العظيم يلي في كل مكان. مساء الخير، مساء الخير، وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. اعتبروها حلقة استثنائية، لأن النهاردة الحقيقة الانتصارات بتتكلم. الانتصارات مع النادي الأهلي لها طعم وشكل مختلف تماما مع كل لعبة. اتكلم بقى عن مباراة كرة قدم، اتكلم عن باسكت. النهاردة الفرحة والاحتفال بأبطالنا في كرة السلة اللي نجحوا في ان هم يفوزوا ويتوجوا ببطولة الدوري المرتبط بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66. الحقيقة مباراة ماراثونية بكل المقاييس. وأنا الحقيقة عايزة في البداية أهني اللعيبة، وأهني كابتن أشرف توفيق، وأهني مجلس الإدارة بقيادة الكابتن طبعا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي لسه ستيل في الإمارات في دبي، واللي هن الحقيقة اللعيبة وكان بيتابعهم لحظة بلحظة. عايزة أهني المجلس، عايزة أهني كل الجمهور اللي تابع اللعبة دي، كل جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي النهاردة. يعني مش عايزة أتكلم في تفاصيل، مش عايزة أتكلم في إيه اللي حصل، إيه الظروف اللي مرت بالمباراة دي والمباراة اللي قبلها، لكن في الأهلي لازم يقول كلمته. الأهلي هو اللي بيقول كلمته في النهاية. الأهلي كلمة السر. الأهلي ما بيقبلش إلا بالمركز ورقم واحد يا جماعة. قبل ما نتكلم في أي تفاصيل، أنا برحب طبعا بزميلي الكابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك يا سهام. طبعا احنا كنا قاعدين يعني أنا على برضو على أعصابنا. طبعا كنت متابع المباراة. بقول أولا مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي. مبروك مبروك بطولة جديدة على مستوى كرة السلة، دوري المرتبط للرجال. أنا على المستوى الشخصي كنت بتابع المباراة من أولها. بدايات كانت صعبة شوية، لكن في لقطات يعني حسستني لأن المباراة إن شاء الله هتبقى للنادي الأهلي. لقطات صغيرة قوي من روح المدير الفني وبيكلم اللعيبة، إصرار اللعيبة خاصة في الشوط الثالث والشوط الرابع، كمان الدايفنج الرائع اللي عمله، يعني مش هقول بقى متربي في النادي الأهلي، يعني المحترف الأمريكي اللي عمل دايفنج في آخر ثواني وقدر كمان يعمل بلوك. يعني عمل شكل بيبين روح النادي الأهلي. دي لقطة. لقطة تانية سهام، لما اللعيبة بتتكلم مع بعض وهم نازلين لما كان في بريك او تايم اوت، بيكلموا بعض بيقولوا بالدم يا جماعة. أيوة. لازم نحافظ. وواحد تاني بيقول لك الروح يا رجالة، ودايما بنتكلم على روح النادي الأهلي وفانيلة النادي الأهلي، وناس تقول لك يا عم انتوا بتبالغوا، لكن النهاردة أبطالنا أبطال كرة السلة. دي كانت بروح الفانيلة الحمراء. أبطال كرة السلة بصراحة بيثبتوا كمان ان الاهلي بمن حضر عارفين ان كره السله. يمكن المباراه اللي فاتت امام الاتحاد السكندري كان ليها ظروف خاصه. النهارده بيلعبوا غيابات كتيره جدا على المستوى الفني، في رجاله طالعه من كورونا بقالها 10 ايام اول مره تخرج من البيت على الاستاد، وبيعملوا روح عاليه جدا وبيقدموا اداء اكتر من رائع. يعني خلينا نكون فخورين جدا بما قدموا النهارده رجال كره السله. السنه اللي فاتت كان في اخفاق شويه في هذه البطوله، السنه دي ليها طعم خاص. وعايز اكلمك كمان يا سهام على جزئيه ان الولاد الصغيرين اللي عندهم 16 سنه اللي لعبوا المباراه اللي قبليها، ده نتيجتهم مرتبطه بالفريق الاول. قد ايه عايشين المباراه، قد ايه كان ليهم اثر كبير جدا كمان انه يعملوا حوافز للعيبه الكبار، قد ايه كان المنظر رائع وهم متواجدين مع اللعيبه بقى في استلام الجوائز. فبقول مبروك للنادي الاهلي، بطوله غاليه، بطوله كره السله دور المرتبط للرجال، بطوله غاليه تابعناها كلنا. وهو ده الدايفنج اللي بتكلم عليه. الدايفنج دوت، ويعني لا قدر الله وكان الكوره راحت للاتحاد وسجل فيها، اعتقد كان الفارق هيبقى واسع قوي. لكن دايفنج مع باسكت، وشايفين الفرحه لان النادي الاهلي في النقطه دي رجع للمباراه. يعني النادي الاهلي رجع للمباراه في النقطه زي ديت، وما شاء الله يعني الولاد او الرجاله بيثبتوا طبعا ان فانيله النادي الاهلي زي ما انت قلت يا سهام. النادي الاهلي ما بيقول يعني كلمته في النهايه. كابتن هاني على اخر لحظه 68-66، انا قاعده انا واحمد اسامه خط احمر وهشام زميلنا والناس كلها قاعدين مترقبين، اللي هو لا يعني يلا يلا يعني فاهم. فالدنيا في ناس قالت لي يا سهام واحنا قاعدين كمان جمله انا سمعتها واسمعها في الكوره، بيقول لك لو الفارق بقى بس لصالح الاتحاد نقطتين النادي الاهلي ياخد البطوله. فانا استغربت الكلمه لان المباراه خلاص كان في الاخر، يعني قبل الاهلي ما يتقدم كان بيرحل للاتحاد. فده بيدل كمان ان في ثقه كمان طبعا. يعني دي جمله بتتقال في كره القدم لما الاهلي يكون مغلوب واحد، يقول لك لو الاهلي اتعادل لا يبقى الاهلي هيكسب. نفس الجمله دي اتقالت واحنا بنتفرج، بيقول لك لو الاهلي قرب للسكور هيبقى بس فرق باسكت واحد،
لا النادي الاهلي هيكسب، وده اللي حصل بصراحه، وده اللي حصل بالرغم من الغيابات النهارده، بالرغم من حالات الاصابه بكورونا. كان عندك النهارده في كره اليد لعيبه مصابه، شفنا النهارده واحد من اللعيبه بيكلم زميله يعني على غرار بقى وليد سليمان في فاكر ومؤمن كان لسه بيتكلم، فالنهارده كره السله، فالنهارده بنتكلم يعني عن حاله واجواء هي اللحظه دي، اللحظه دي حلوه قوي قوي. بص، واللي طلع مسحته سلبيه على اخر لحظه ونزل يشارك وقال انا كنت عايز انزل، انا كنت عايز انزل، افرحوا ليكوا حق، ليكوا حق تفرحوا، وتفرحتونا النهارده جدا. مباراه ولا اروع فعلا، ومباراه كانت صعبه، والحقيقه النهارده يعني بسبب المباراه دي كان عندنا ملفات كتيره ومهمه كنا المفروض هنتكلم فيها، لكن احنا النهارده هنتكلم في بعض الاخبار، وعندنا اخر فقره هنتكلم فيها مع عمر البنوبي زي كل يوم ثلاث الناقد الرياضي طبعا، وهنتكلم عن الجائزه المستحقه اللي حصل عليها الكابتن محمود الخطيب مؤخرا في دبي والجلوب ساكر طبعا. محمود الخطيب وسام، عايزين نقول اللي يمكن هو التهنئة، جوائز بقى ومش جوائز، لا جوائز، جوائز كتيره والالقاب كتيره، لكن يعني. لكن كابتن محمود الخطيب كان حريص زي ما انت قلت، هو متواجد ما زال في الامارات، لكن بعت طبعا رساله بيهني فيها سله الاهلي ببطوله المرتبط، بيقول حرص كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي على تهنئه لاعبي السله وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط النهارده على حساب طبعا نادي الاتحاد السكندري. اشاد الكابتن محمود الخطيب بالانضباط الفني وسلوك اللاعبين النادي الاهلي وادائهم الرجولي طوال المباراه. ده طبعا كان في اتصال هاتفي من جانب كابتن محمود الخطيب المتواجد حاليا في الامارات، زي ما انت قلت كان بيستلم طبعا جائزه نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط، واكد للاعبين ان فوز دوري المرتبط مجرد بدايه زي ما بنتكلم دايما، وكانت بطوله في ظروف صعبه جدا، طموحات كانت كبيره جدا، وطموحات النادي الاهلي يعني كمان مستمره، واللي بيطلب بيها اللعيب انها يعني يبذلوا اقصى جهد ليهم لاسعاد الجماهير. شدد كمان على ضروره استمرار مسيره الانتصارات على كل المستويات، وهذا لا يتحقق الا بالعطاء والاخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب. اكد كابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيره جدا في جميع عناصر منظومه الفريق لان شاء الله تقديم موسم مميز وتحقيق احسن النتائج اللي يستحقها طبعا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طبعا ده احنا بنهنيهم مره ثانيه، والحقيقه كمان يمكن زي ما قلنا كمان دلوقتي في مكافاه استثنائيه لفريقي رجال وسيدات السله. عايزه اقرا البيان مع حضراتكم، طبعا هيثم السعيد قام بالواجب وقاعد من صباحيه ربنا بيتابع هذه التغطيه، لكن النهارده دلوقتي من شويه مجلس إدارة النادي الأهلي قرر برئاسة الكابتن محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية لفريقي السلة رجال والسيدات بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال والسيدات. جاء ذلك تقديرا من مجلس الإدارة لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسؤولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري وإسعاد جماهير النادي الأهلي. يا جمهور النادي الأهلي لك حق تفرح، ولنا حق كل أسبوع يعني نحقق بطولة كل يوم. كل يوم كل يوم على رأيك. الحمد لله بطولة غالية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وفرحة اللعيبة زي ما قلت لك لأنها كانت مباراة صعبة، صعبة كمان جدا، والمرة صعبة اللي فاتت جدا. كانت أصعب، لا كانت في مشاكل كتير، كنا انا برضو وإيهاب وهيثم السعيد قاعدين، لا كان في، مش عايزين نتكلم في تفاصيلها، لكن هو رقم واحد الاهلي، الاهلي دايما رقم واحد يعني. دي كانت مباراه صعبه، وزي ما انت قلت يمكن كلنا فرحنا بصراحه بهذه، وهارد لك طبعا للاتحاد، طبعا هارد لك الاتحاد، فريق كبير وفريق على مستوى عالي جدا، قدم مباراه جيده، لكن طبعا النادي الاهلي بروح فانيلا الحمراء وباصرار رجالته وباصرار كل المنظومه، من انا ببدا دايما من الولاد الصغيرين، وده الاهم عندي، الولاد الصغيرين كان شعله من النشاط والحماس في المدرجات، وكمان وجودهم في الملعب بيحتفلوا مع زمايلهم الكبار. الف الف مبروك لكره السله للنادي الاهلي، وان شاء الله في انتصارات مستمره باذن الله. طيب نطلع لفاصل سريع جدا جدا ونرجع مع الناقد الرياضي عمر البنوبي. فكرتنا الحوارية الأولى والأخيرة هنتكلم فيها في موضوعات مهمة مع الناقد الرياضي طبعا عمر البنوبي، هنشوف يعني آخر الكواليس على الساحة الرياضية، زي حصاد احنا النهاردة خلاص يعني ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن العام الجديد، حصاد المحترفين ايه في عام 2020؟ برحب بيك يا عمر. اهلا بيك يا سيد. اهلا بيك. اهلا بيك عمر، منورنا وبرحب بيك دايما في يعني
فقرة يوم الثلاث المميزة، لكن خلينا النهاردة بصراحة يعني بطولة جديدة أضيفت لدولاب بطولات النادي الأهلي، والحدث خدنا بشكل كبير جدا طبعا فوز رجال السلة بدور المرتبط، ودوت إنجاز كبير جدا على المستوى السلة، لكن كمان في إنجازات 2020 زي ما قالت سام يمكن خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن كان موسم صعب جدا جدا على النادي الأهلي، كان موسم استثنائي. بالرغم عن كده النادي الأهلي بيحقق نجاحات ولا أروع، نجاحات على مستوى الدوري، على مستوى البطولة الأفريقية، على مستوى الكاس، الوصول لكاس العالم، إنجازات كبيرة جدا حققها النادي الأهلي، ومش كلامي أنا، ده كلام كمان الفيفا. الفيفا نفسه يمكن طلع تقرير عن إنجازات النادي الأهلي خلال العام الصعب 2020. هنشوف التقرير ده عمر ونرجع نكمل معاك. يبدو أن أصداء الثلاثية التاريخية للنادي الأهلي في 2020 لم تنتهي بعد، فاليوم نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تقريرا مطولا عبر موقعه الرسمي يحتفي فيه بإنجازات العام الاستثنائي للقلعة الحمراء. وقال فيفا في تقريره: الأهلي المصري هو المحظوظ هذا العام برفع الكأس التاسعة في مشواره. سرد الفيفا قصة تتويج الأهلي بالتاسعة منذ بدايتها، مرورا بتوقف المسابقات الإفريقية لظروف جائحة كورونا وعودتها في ظروف صعبة أيضا، حين استطاع الأهلي أن يقهر سيطرة فرق المغرب العربي الشقيقة بإقصاء الوداد بطل المغرب، انتهاء بالحصول على الأميرة الإفريقية في مباراة قوية بنهائي دور الأبطال على حساب الزمالك الوصيف. تقرير الفيفا أبرز معادلة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لرقم الأسطورة الراحل الجنرال محمود الجهري بالتتويج بدور أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين، حيث حققه موسيماني مع ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي ومع الأهلي على حساب الزمالك، فيما سبقه الجهري بتحقيق اللقب مرتين، الأولى مع الأهلي والثانية مع الزمالك. نال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي نصيب الأسد من إشادات الفيفا بعدما كانت لحظة تسلم كأس دوري أبطال إفريقيا وإهدائه إلى الأيقونة مؤمن زكريا اللقطة الإنسانية التي أشاد بها الاتحاد الدولي في تقريره، علاوة على الإشادة الفنية بتألقه في الذود عن مرمى النادي الأهلي ومشاركته في صناعة الأهداف بشكل لا يصدق. اختتم الفيفا تقريره بالإشادة بمحمد مجدي أفشة وهدفه في المباراة النهائية الذي أعاد الأميرة الإفريقية إلى أحضان قلعة الجزيرة لتكون القاضية ممكن أسعد اللحظات الحمراء في العام 2020. الحقيقة أنه الأهلي في سنة 2020 بيحقق إنجازات مهمة جدا، ويكفي يعني يمكن دوري أبطال أفريقيا اللي تحدث عنه الفيفا النهاردة في تقريره اليوم. إنجازات مش إحنا بس اللي بنتكلم عنها، النهاردة في إشادة ببيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، كذلك محمد الشناوي. عايزك تلخص لي اللي جه النهاردة في تقرير الفيفا عمر، وتقول لي إيه اللي لفت نظرك فيه، وأنا عارفة أن أنت يعني ترجمته كويس قوي وليك بعض يعني مداخلات عليه. يعني انا شايف انه فكره ان الاتحاد الدولي لكره القدم يبتدي يشيد بالنادي الاهلي ويتكلم عن حصاد سنه 2020 وان هي كانت سنه مش سهله، هو ده الجزء اللي لازم نركز عليه. انه حتى هو اتكلم في التقرير كمان عن انه بطوله افريقيا دي الاهلي اخذها باربع مدربين، بدات مع لاسارتي في دور التمهيدي، ثم كابتن محمد يوسف، ثم ريني فايلر، ثم انتهاء بموسيماني. انه موسم ما كانش سهل، كان استثنائي، كانت يعني سنه ما اعتقدش ان هي هتتكرر تاني في تاريخ الكره. كابتن هاني كمان بالمناسبه طبعا. يعني بالظروف عمرنا ما فكرنا ان هي ممكن تعدي علينا يعني صحيح. واعتقد كمان انه فكره ان انت عندك بتاخد دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه، بتصعد كاس العالم للانديه، تنافس على السوبر الافريقي، عندك كمان مدرب جبته تجربه مختلفه تماما، جديده على الكره المصريه وجديده على شمال افريقيا كمان، وكمان بيعادل الرقم لاسطوره التدريب زي كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، برضو اوسكار فيلوني بالمناسبه المدرب الارجنتيني اخذ البطوله مرتين مع فريقين مختلفين. اعتقد كل دي مكاسب للاهلي في 2020. يكفي انه يعني الاهلي وصل تاني للمنصات العالميه مره تانيه.
يعني مش بس كاس العالم للانديه، شفنا كمان بعد كده في جائزه جلوب سوكر، شفنا حاجات في سنه 2020 اعتقد كانت جيده جدا للاهلي في الكوره. صحيح، ويمكن انا يعني ايدك تماما ان يعني كل دوت اعتقد التاسعه الافريقيه او الاميله الافريقيه هي كان ليها السبق في فتح باب بطولات كتيره جدا للنادي الاهلي، منها طبعا كمان الحصول على كاس مصر نتيجه الثقه الكبيره وامكانيات النادي الاهلي، وصلنا لكاس العالم للانديه، وصلنا للسوبر الافريقي ان شاء الله. فكل دي انجازات يعني رغم الظروف الصعبه، لكن اواخر 2020 وكمان مش هنسى عشان كلنا طبعا فرحه السله خدتنا، لكن انا في اعتقادي كمان امبارح كان في مباراه رائعه للنادي الاهلي امام الاتحاد السكندري، والفوز 4-0 وفي اعتقادي الشخصي من افضل المباريات على المستوى التكتيكي اللي قام بيها موسيماني خلال الفتره اللي فاتت. ده بالتاكيد يا كابتن هاني، اعتقد كمان انه مباراه قدام فريق الاتحاد السكندري، فريق مش قليل، فريق بتاريخ كبير وكمان فريق جيد في الوقت الحالي. يعني الحاج محمد مصلحي قدر انه يكون فريق كويس، فتح باب التعاقدات، جاب لعيبه كويسه، جاب كابتن حسام حسن مدير فني. اعتقد كمان انه مباريات النادي الاهلي قدام كابتن حسام حسن مش دايما مباريات سهله، بالعكس هو بيحاول يجتهد على قد ما يقدر انه يقدم افضل ما عنده، انه بيبقى شاحن لعيبته بشكل كبير قوي. هو يمكن ما حسبهاش صح فنيا في المباراه دي، لو اتكلمنا بتجرد شويه مش على النادي الاهلي بس، على الاتحاد كمان، هو ما قدرش حتى يواجه النادي الاهلي ناخد منه نقطه، لا هو كان طمعان قوي فتعاقب عقاب شديد قوي، والنتيجه كانت ممكن تتضاعف جت كبيره. بالظبط، نتيجه كبيره قوي، وفي نفس الوقت كمان اعتقد انه فكره مين بيسجل الاهداف للنادي الاهلي في المباراه، انت بتلاقي كل الخطوط بتسجل تقريبا، بتشوف لعيب زي اكرم توفيق باداء قوي جدا وبيسجل هدف وبيقدم مباراه كبيره، وكهربا وشريف محمد شريف انا شايفه من زمان من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، وجوده في النادي الاهلي هيدي له كمان قيمه اكبر، لانه هياخد خبرات اكتر، هيتحط تحت ضغوط في النادي الاهلي مش هيشوفها في اي نادي تاني، هتبتدي تثقل موهبته او تثقل موهبته قوي علشان يقدم افضل ما عنده. كان بقى خلاص دخل منتخب مصر وسجل كمان اول هدف دولي الفتره اللي فاتت، فاعتقد انه محمد شريف من المكاسب اللي مستمره مع النادي الاهلي. هو القادم، هو القادم. عايز اتكلم عن حصاد 2020 وابدا من الاخر، الجائزه اللي حصل عليها طبعا كابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الاهلي الاكثر تتويجا بالبطولات في افريقيا وفي الشرق الاوسط. شفت الجائزه زي دي مهمه ازاي في تاريخ النادي الاهلي ومشواره الى الان؟ هو بالتاكيد يعني محفل دولي، وكمان انه يكون موجود كابتن محمود الخطيب وسط اساطير من اساطير الكوره العالميه وبيمثل النادي الاهلي وهو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في هذه الاحتفاليه، انه النادي الاهلي ياخد جائزه زي دي بتاكد مكانته العالميه. هو الاهلي متعود على الجوائز العالميه، احنا شفنا الاهلي نادي القرن في افريقيا، شفنا بعد كده الاهلي بياخد برونزيه كاس العالم للانديه في 2006، بنشوف النادي الاهلي دايما الاكثر تتويجا على مستوى العالم في اعتقد سنه 2014 و15 و16 لحد ما ابتدى ريال مدريد يحصد بطولات برضو قاريه اكتر، فاعتقد ان الاهلي متعود على العالميه. يمكن شويه غابت البطولات الافريقيه في السنين اللي فاتت، لكن سنه 2020 جت وجابت معاها الجوائز العالميه تاني، وبعد كده كمان هيكون في اعتقد يعني جوائز اكتر، وهيكون في اكتر من كده الفتره اللي جايه. هي فتح الزام بيقولوا كده ان شاء الله اللي جاي يعني هيكون أبجد. كمان افضل، لان عندنا سوبر افريقي وان شاء الله السوبر المصري. وكمان لو اتكلمنا على الجانب العالمي، عايز انقلك شويه عمر على محترفينا في حصاد 2020، واكيد لو جبنا سيره محترفين يبقى التوب بتاعنا والعالمي محمد صلاح شايف 2020 بالنسبه له ايه، وكمان يعني نهايتها مع طبعا بعض التصريحات في اس الاسبانيه، تشوف 2020 ازاي لمحمد صلاح؟ انا اعتقد ان 2020 سنه جيده لمحمد صلاح برضو، يمكن هو من اكثر المستفيدين من 2020، موجود لحد دلوقتي بينافس على افضل لاعب على مستوى العالم. المره دي ما كانتش زي اول مره اللي كان فيها بين افضل ثلاث لاعبين على مستوى العالم بالظبط، لكن في النهايه هو موجود وبينافس، وهو النهارده شايفينه بينافس على هداف الدوري الانجليزي، متصدر ترتيب الهدافين. اعتقد كمان انه اخذ الدوري الانجليزي، ده كان البطوله اللي كانت ناقصه محمد صلاح، واخذ كل البطولات، كان بيرو لقب دوري الانجليزي الممتاز وقدر انه يحققه في 2020. اعتقد انه لما جت النهايه بقى ابتدى شويه، انا ببقى فرحان كمان بالجدل اللي حوالين مستقبل محمد صلاح. هو الجدل ده هو اللي خلقه عمدا ولا هو اللي خلقه عمدا؟ ولما هو خلقه عمدا لازم تبص لها كابتن هاني، ان انت وصل عندك لعيب من الاحترافيه كمان، ان هو يقدر يدير ازمه، مش هقول هي مش أزمة، لكن يقدر يدير موقف يقدر يدير موقف بشكل فيه نوع من أنواع الذكاء والاحترافية، وبيتحط في مصاف اللعيبة اللي هم التوب ليفل أو السبيشال ليفل كمان في الكورة على مستوى العالم.
هو ممكن يقول كلمه يخلي الناس كلها عماله تدور وبتلف وبتصرح. وشفنا يورجن كلوب 3 مرات بيتكلم عن نفس الموقف صحيح. فاعتقد انه انا شايفها ايجابيه شويه، وشايف انه ممكن تكون يعني بيفتح باب لخطوه جديده او لتعديل وضع هو شايفه في تعديل عقد بمبلغ اكبر، بالظبط عقد مبلغ اكبر لوضع افضل جوه الفريق، انه يكون كابتن الفريق، لان هو اعترض على فكره انه ما ياخدش شارت الكابتن في موضوع الشارت. وبالمناسبه في اوروبا وفي العالم كله موضوع شارت الكابتن ده له سيستم، يا اما بالاقدميه يا اما بالانتخاب ما بين اللعيبه يا اما باختيار مدير فني. بس انت بتميل لايه اكتر، انه فعلا الجدل ده حاصل عشان وجهته قد تتغير، ولا علشان يتعدل بقى التعاقد معاه، يعني اجره يعلى يبقى اسبوعي لا شهر، يعني شايف بتميل لايه اكتر؟ اي نادي في العالم يتمنى محمد صلاح، خصوصا من الانديه الكبيره في الوقت الحالي، لكن انا شايف انه على الاوضاع الاقتصاديه اللي رصدها للكوره بعد فتره الكورونا، بالذات في الموسم اللي احنا فيه ده، الاقتصادات كره القدم مضغوطه شويه زياده، وما اعتقدش ان في نادي في اوروبا كلها يقدر على ثمن محمد صلاح. ولا ريال مدريد؟ ولا ريال مدريد، لانه برضو حتى اوضاع ريال مدريد مش افضل حاجه، لكن اكيد افضل من برشلونه ده بالتاكيد. لكن اللي اقصده انا شايف ان الموضوع مش هيبقى سهل على اي نادي في العالم انه يعمل ترانسفير لمحمد صلاح، الا اذا تنازل عن لعيبه كتير وقدر يوفر مبلغ علشان يقدر يدي لليفربول وكمان يوفر راتب محمد صلاح. لكن انا شايف انه محمد صلاح ممكن عاوز يعدل عقده في ليفربول، ما اعتقدش انه هياخد خطوه بسهوله، ليفربول نفسه مش هيستغنى عن محمد صلاح بسهوله، لكن هو بيعمل الوضع ده دلوقتي علشان لما يجي يتفاوض على عقده الجديد يكون بيتكلم من مركز قوه شويه اكتر من انه يبقى ساكت طول الوقت. وخاصه كمان اي كلامك ان اعتقد خلاص صلاح اعتقد 28 سنه داخل في 29، فاعتقد العقد اللي جاي هو عقد اللي عايز كمان يبقى فيه اكبر جزء من الفلوس، يعني اكبر جزء على المستوى، بنتكلم على المستوى المادي والمستوى الفني، هو ما بيختارش نادي، ويمكن كل يعني كل الناس بتفكر في ريال مدريد، لكن ده البروفيشنال اللي هو بيفكر بشكل اكتر من رائع، ان نروح من صلاح للنني وحصاد 2020، وبعد تجربه في تركيا النني بيعود بشكل قوي جدا، وحصوله مثلا على الكاس اول ما وصل السوبر، والخطوات اللي بعد كده على مستوى الدوري، شايف النني ازاي في 2020؟ بالعكس شايف النني محظوظ قوي في 2020، يعني قدر يستعيد مستواه ويتطور كمان مع بشكتاش التركي، بعد كده رجع ارسنال، الناس كلها قالت انه مش هيكمل في ارسنال، لكن هو الحقيقه كان عنده اصرار، قدم مستوى كويس جدا، اخذ الدرع الخيريه في اول مباراه صحيح. على حساب ليفربول. الاهم من ده انه لما توماس بارتي تم التعاقد معاه كانت الناس بتقول انه كده خلاص النني مش هيبقى له مكان في ارسنال، اعتقد انه هو لا قدم حاجه كويسه، قدر انه ينال ثقه ارتيتا، بقى عنصر اساسي في الوقت الحالي بنشوفه لحد النهارده، ساعده كتير كان اساسي بالظبط دايما يعني عشان لعبوا مع بعض يعني. بالظبط، والمدرب اللي بيبقى عنده ايمان بقدراتك بتفرق معاك قوي، يعني لما كان موجود ارسن فينجر هو اللي مختاره وهو اللي كان بيعتمد عليه، لما جه بعد كده مدرب مختلف وناي امري قال لا انا مش عايزه وبشوف له وبفضل ان هو يشوف فرقه ثانيه، لكن فكره الاعاره كانت حاجه جيده جدا، اتمنى انني لو حتى بعد كده افكر ان الاعاره تكون في الدوري الانجليزي، ما تبقاش دوري اقل مستوى من الدوري الانجليزي. طيب برضو مش بس النني وصلاح اللي تالقوا في العام الماضي، كمان او في يعني العام اللي بنشرف على انتهائه، يعني كمان تريزيجيه الحقيقه كان وضعه برضو لافت للنظر شويه، شتقيمت الفتره دي او الموسم اللي فات ازاي، ومتوقع له ايه في 2021؟ اتوقع لتريزيجيه انه بس ربنا يشفيه ويعدي الاصابه البسيطه اللي عنده دي ويرجع تاني يلعب اساسي. تريزيجيه ممكن ياخد خطوه اكبر من استون فيلا، ولو ان استون فيلا ماشيين كويس قوي السنه دي في الدوري، يعني لو خلص معاهم السنه دي والموسم ده في مركز كويس هو ممكن كمان يلعب. بالنسبه لك لغايه دلوقتي مفاجاه طبعا، لانه انا شفت انه المستوى الفني في اخر مباريات كان جيد في السنه اللي فاتت، لكن ما تخيلتش ان البدايه هتبقى قويه قوي بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي. يمكن كان الدوري الانجليزي السنه دي قوي قوي وفي مدربين عندهم خبرات موجودين كتير، اذا كان مارسيلو بيلسا، روي هودجسون، سام الارديس دلوقتي في ويست بروم، الموضوع ما بقاش سهل. فاستون فيلا لا ماشي كويس قوي، تريزيجيه ماشي كويس، واعتقد انه كمان ممكن السنه اللي جايه او الموسم اللي جاي كمان نشوفه في مكان او في نادي افضل من استون فيلا على المستوى الفني. طيب مش هنسيب البريمير ليج وواحد يمكن ما بيشاركش كتير، احمد محمدي من اكتر الناس دلوقتي الموجوده، لو شفنا الاولادنا اللي موجودين في البريمير ليج، احمد محمدي بقاله اكتر من 12 سنه دلوقتي اعتقد 12 سنه تقريبا 12 سنه تقريبا سنة. ورؤيتك ايه لفتراته في 2020؟ والله انا شايف انه محمدي من اكثر اللاعبين المصريين احترافيه وقدره على فهم الدوري الانجليزي والتعامل مع الدوري الانجليزي. لما كنت موجود في نادي هال سيتي هو كان موجود، هو كان كابتن فرقه، وكان يعني حاجه
مشرفة جدا. المحمدي شعبيته على فكرة حتى عند جمهور الأندية التانية في كل حتة كويسة، وهو يعني أعتقد أنه ممكن نصنفه لعيب إنجليزي مش لعيب مصري كمان. أتمنى أنه هو يكون بقى في السنة اللي جاية، أعتقد أن المحمدي خلاص قرب على أنه ينهي الكارير بتاعه، لكن أتمنى أنه يفكر في المستقبل أنه يكمل الكارير بتاعه كتدريب في إنجلترا ما يرجعش مصر، وأعتقد أنه هو ده اللي بيفكر فيه محمدي. طب أحمد حجازي من البريمير ليج للسعودية، برضو قيمت يعني شايف وضع أحمد حجازي إيه؟ أنا اللي يهمني أحمد حجازي أنه يكون في المنتخب. وبالعكس هو أحمد حجازي برضو نقدر نقول أنه كان موفق قوي حتى في أنه يسيب ويست بروم ويروح الدوري السعودي. يعني كانت خطوة جيدة؟ كنا بنتكلم، أنا كنت بتكلم معك وهو كان على اعتقادنا، كان على الاعتقاد الرئيس النادي كان عايز يمشيه، لكن الإدارة الفنية كانت يعني متمسكة بيه. لكن وصوله ل طبعا الاتحاد السعودي وعامل مباريات اكتر من رائعه، لكن ما خسرش لغايه دلوقتي ولا ماتش فعلا، ودايما طالع تقريبا في بقى له 4-5 اسابيع بيطلع في التوب 11 مع الاحسن 11 لعيب في الدوري السعودي. شايف رؤيتك لرجوع تاني البريمير ليج، ولا هتبقى الدنيا بالنسبه له مختلفه؟ احمد حجازي عملها قبل كده ورجع من بيروجيا ومن فيرنتينا على مصر ثم راح على البريمير ليج. اعتقد انه حجازي عنده الاراده وهو لعيب كبير مش محتاج يتقيم، مش هنعيد تقييمه أكيد. دلوقتي، لكن انا اللي اقصده انه كان محظوظ لان ويست بروم مستوى فني اسوا ما يمكن في الوقت الحالي، حتى بعد التعاقد مع سام الاردايس برده يعني ما اعتقدش الامور هتتغير قوي، لان الفريق نفسه محتاج تعديلات كتير في فتره الانتقالات اللي جايه، رغم التعادل مع ليفربول لكن اتغلب 5 من ليدز على طول، يعني ما لحقش يتهنى يعني. فاعتقد انه حجازي لا، انه يكون موجود في فريق هو ظاهر فيه وموجود مع منتخب مصر اساسي هو ده الاهم، يقدر يرجع اوروبا في اي وقت مرتاح، لانه حجازي عامل كارير كويس جدا في اوروبا. صديقك العزيز ورده، والنهارده رجع باوك وزي ما انت كنت متوقع من فترات ان كنت بتشوف من افضل الانديه ممكن يشتغل فيها باوك. يعني قول لنا التفاصيل. اعتقد هو النهارده كان عمرو كلمني من يومين ثلاثه وسالني قال لي عندي ارس عندي باوك ايه رايك، فقلت له عمرو ترجع باوك طبعا انت عندك هيستوري. النهارده بالمناسبه دي وصوله النهارده لباوك لنادي باوك بالظبط، وده دي منطقه ملعب تومبا من الباركينج بتاعه. يعني هو الحقيقه عمرو ادى السنه دي موسم كويس قوي من بدايه الموسم مع نادي فولوس، ده اللي خلى بابلو جارسيا المدير الفني لباوك ان هو يطلب انه يرجع تاني. بالمناسبه نادي باوك كان حاطط شرط في عقد بيع عمرو ورده لفولوس انه الاولويه لباوك لو حب يمشي، لانه كمان دايما عمرو من اللعيبه اللي عليهم العين في الدوري اليوناني، الانديه كلها عاوزاهم، هو بيتالق قوي مع الانديه اللي في الوسط، يعني مع باوك دايما مشاكل مع المدربين. لكن اعتقد انه اتمنى، انا شايف ان دي فرصه اخيره لعمرو ورده. حتى شفت النقاد اليونانيين اللي متكلمين النهارده على فكره انه ما حصلتش في تاريخ نادي باوك ان في لعيب يروح يمشي مرتين ويرجع، وانه صحيح. دي فرصه اخيره، يعني انه لازم يثبت بقى انه هو قد مسؤوليته لاعب في فريق كبير وفريق جماهيري وفريق بينافس على بطولات. انا شايف انه اهدر فرصه انه ياخد الدوري مع باوك لما كان موجود، وفضل انه يطلع اعاره وما اخدش الدوري معاهم، اخد الكاس بس. اعتقد انه فرصه قدامه دلوقتي انه يقدم موسم كويس. انا كمان عاوز يرجع منتخب مصر، ده اللي قاله لي انه عاوز يرجع منتخب مصر، فاتمنى له التوفيق واتمنى ان هو يكون وصل لمرحله نضوج بقى، لانه عمرو انت ما بقتش صغير. صحيح. سنك حتى مش صغير بيقول دلوقتي. لك ايه في القصه دي يا عمرو؟ هو دايما هو بس عمرو، ودي اتقالت من كل الناس اللي اتعاملوا معاه في الدوري اليوناني، ان هو بيحتاج معامله خاصه شويه نفسيا، انك تدي له ثقه شويه في الملعب، وهو واثق في قدراته وامكانياته، عنده امكانيات كويسه، يتوقع بس ان هو يكمل في المسار الاحترافي. صحيح. ما يشغلش باله باي حاجه بره. طيب سريعا جدا، كوكا ماشي كويس في اليونان مع اولمبياكوس، شايف شايف هيكمل معاه؟ طبعا انا شايف انه يمكن اتكلمت مع كوكا اكتر من مره، قلت له انت لايق على اولمبياكوس، لايق على الدوري اليوناني، تكمل هتبقى هداف. ومشي كويس، لعب دوري ابطال اوروبا، سجل في دوري ابطال اوروبا، بيسجل في الدوري اليوناني، عامل بدايه ولا اروع. اتمنى له ان هو يكمل مع اولمبياكوس، انه دايما كل سنه وارد انه ياخد بطوله، كل سنه وارد انه ياخد دوري، يلعب دوري ابطال اوروبا، وارد انه يلعب يوروبا ليج، يعني الفرص عنده تبقى احسن بكتير، وفي النهايه بيلعب في فريق بطل برضه. صحيح. اخيرا برضه ما ننساش واحد يمكن الناس ناسياه شويه، لعيب محترف وانا شايف انه على مستوى جيد جدا، بيلعب في البوندسليجا في فولفسبورغ، بنتكلم على
عمر مرموش اللي كان ليه يمكن تجربه هنا في وادي دجله وانتقل ولعب في فولسبورج وشارك في الدوري الالماني. شايف رؤيتك او مستقبله لانه لسه ولد صغير، النظره امتى لمنتخب مصر وايه اللي ناقصه انه يجي منتخب مصر يا عمر؟ انا شايف انه مش ناقصه حاجه يجي منتخب مصر، بالعكس لازم يجي ولازم ياخد خبره دوليه. وبالمناسبه لما اتكلمنا عنه هنا قبل مباراتين توجو تواصل معايا الجهاز الفني لمنتخب مصر كان كرد فعل على الحلقه اللي كنا اتكلمنا فيها، وقالوا لي ان هو بالفعل بيتابع عمر مرموش ووارد انه يكون موجود بعد كده. اعتقد انه لازم يجي، لازم ياخد خبرات، لازم يشوف المعسكر والدولي عامل ازاي مع المنتخب الاول. اتمنى كمان مع المنتخب الاولمبي اذا كان له فرصه يبقى له فرصه، لان هو في السن بتاع المنتخب الاولمبي بس كمان. عشان الناس تفهم كمان ان هو بيلعب في مركز، بيلعب في 10 وبيلعب راس حربه وممكن بالزبط. يلعب على يعني ناحيه اليمين والشمال، هو كمان قدراته البدنيه كمان عاليه صحيح. مش قليله، ولعب يوروبا ليج السنه دي، لعب دوري بونز ليجا مع استئناف الدوري السنه في نهايه الموسم اللي فات، وماشي كويس مع فولسبورج. اعتقد ناقصه بس يسجل هدف هيبتدي ياخد ثقه اكتر صحيح. واعتقد ان هو وارد جدا احنا نشوفه في المنتخب طالما الجهاز الفني بيتابعه. اعتقد ان هو له مستقبل كبير، مفيش لعيب بيلعب بونز ليجا في السن ده ويوصل انه يلعب فريق اول الا وانه حتى لو هياخد خطوه كمان بعد كده هتبقى لو راح دوري هولندي، لو راح دوري اقل ورجع تاني على بونز ليجا، او راح دوري اسباني دوري فرنسي، هو خلاص خد خبره وخد يعني حساسيه اللعب في المستوى الاحترافي والنظام والانضباط. الانضباط كمان يفرق كتير قوي يا كابتن هاني. اللعيب اللي بياخد المسار ده من بدري تفرق معاه، بيوصل بعد كده انه حتى لما تجيله فرصه افضل بيعرف يستغلها. طيب بمناسبه عمر مرموش، لان فعلا في ناس كتيره جدا يمكن ما تسمعش عنه ولا اسمه، وعلي غزال كمان النهارده رجع للدوري المصري بيلعب في سموحه، هو في محترفين تانيين احنا ما نسمعش عنهم او الاعلام ما اتكلمش عنهم يا عمر؟ لا في كتير، يعني لو اتكلمنا في بلال المظهر عبد الرحمن في بنسلايكوس اليوناني تحت 19 سنه هداف فرقته وماشي كويس، كان جه منتخب مصر الشباب، لكن للاسف هو مواليد 2003 يعني هو برده لسه صغير، بس بيلعب على فرقه 19 سنه، وده لانه هو فعلا لعيب مميز. اعتقد فيه كمان حسن شلبي في رويال شارلوروا في الدوري البلجيكي، ده برده ولد موهوب جدا لسه عنده اعتقد 16 سنه. بس بعض الناس عمر بتقول لك الاسماء دي بيلعبوا في الاكاديميات، يعني لسه ما وصلوش لمرحله ان هم يمثلوا مصر على مستوى كبير جدا. وعايز اقول للناس ديت لا، احنا لازم نتابع الناس دي من بدري، علشان الناس ديت احنا بنشوفها من بدري يبقى فرص كمان انضمامهم لمنتخب مصر اكبر. احنا لما بنروح لناس ويقول لك تعالى منتخب مصر بيكون زي لاعب اللي راح منتخب المغرب، اللي راح منتخب ايطاليا. دي نقطه لحضرتك، لازم الناس تعرف ده من بدري يا كابتن هاني. منتخب المغرب جه فتره من 3 سنين تعاقد مع مدرب كان اشتغل هنا في مصر، ماركو فوتا، وراح تعاقده معاه لمنتخبات الشباب والناشئين ثم المنتخب الاولمبي. الراجل ده كان دوره كمان مع الجهاز الفني المنتخب الاول انه بيتابع اللعيبه اللي من اصول مغربيه في هولندا عنده في بلده ويجيبوهم علشان يبقوا موجودين من بدري مع منتخبات طبعًا. المغرب طبعًا. ما بيبصوش هو بيلعب في اكاديمي ولا بيلعب فيرست تيم ولا بيعمل ايه، هو بيبص انه في لعيب بروميسنج موجود في اوروبا فانا استفيد بيه. واعتقد انه ما كانش شيء يعني ايجابي ابدا للكره المصريه ان لعيب مصري يختار انه يروح يلعب منتخب المغرب، وده حصل الفتره اللي فاتت. اتمنى ان ده بقى ما يتكررش. قبليها ستيفان شعراوي كمان، قبليها كمان ستيفان شعراوي، بس ستيفان شعراوي كان مختلف، كان نور بقى خلاص. كان خلاص كان ظهر في الدوري الايطالي يا كابتن هاني برضه ولعب منتخب ايطاليا، وفي نفس الوقت هو ما اعتقدش انه كان هيمشي قوي مع منتخب مصر يعني. برضه كمان كان برضه في الوقت ده، عارف يا كابتن هاني الجيل لما كان جيل قوي جدا كمان اللي كان موجود وكان لسه بيعتزل بقى الجيل ده. ايوه، ما اتكلمتش على المنتخب الاول، كنت انا رايح له كمان على منتخب الاولمبي يعني، بس كان كمان ساعتها كمان هو بيلعب منتخب ايطاليا تحت 18 سنه وكان سنه لسه 17 سنه، كان بيتكلموا في الجنوة وكان بيتكلموا على الميلان كمان، هو انتقل للميلان وبعدها راح ميلان. فكنا يعني كنا تو ليت برده شويه في الموضوع ده يعني. لكن اعتقد ان المستقبل بقى احنا لابد نتعلم من كل الحاجات دي، ده اللي بيتكلم كذا تجربه حصلت، فاحنا المفروض لا ما ينفعش يعني. برضو بلال مظهر كان حضرتك عرضت مع سهام في برنامج البيت الكبير لما دخل كابتن ربيع وقال لا انا هجيبه وهديله فرصه، الولد فعلا كان رايح منتخب فرنسا في الوقت ده، فاعتقد انه يكون موجود في مصر، مصر اولى، مصر اولى بكل موهبه مصريه. كان بيتمنى بالظبط. لا هو برضو يعني والده لعب منتخب مصر فاكيد ما يتمناش ابدا يعني. هو كمان يعني لعب مع كابتن هاني رمزي ممكن ماتشين ثلاثه كده، ف يعني ما اعتقدش انه يفكر ابدا انه يودي ابنه منتخب ثاني. اتمنى الفتره الجايه انه في المستقبل في 2021 نشوف مواهب مصريه كتير موجوده، وهنشوف ايه اللي بينتظر يعني الحقيقه المحترفين من انجازات ان شاء الله في 2021. كتير ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. هنشوفك السنه الجايه ان شاء الله. نتقابل السنه الجايه ان شاء الله. نورتنا دايما، نورتنا.
شاهدينا دي كانت يعني حالة استثنائية طبعا بمناسبة فوز النهاردة يعني رجال كرة السلة على فريق الاتحاد. بنقول لهم مرة تانية ألف ألف مبروك، بنقول لفريق النادي الأهلي ألف مبروك على رباعية الأمس وكل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي. المشوار أكيد أصعب. سريعا جدا نروح لأحمد أسامة ومحمد فارس عشان فقرة خط أحمر البيت الكبير. أهلا بيكم. أهلا بيك يا سهام، أهلا بكابتن هاني وأهلا بعمر. في ليلة استثنائية زي ما قلتي طليق بقدر النادي الأهلي اللي لا يتوقف عن إسعاد جمهوره بالبطولات. يمكن شعار النادي الأهلي ينقصه بس علامة إلى ما لا نهاية، بطولات لا تنتهي ولا تتوقف في النادي الأهلي، وفعلا كل يوم بطولة وكل يوم طموح جديد وكل يوم حلم يليق بجمهور النادي الأهلي. أهلا بيك كابتن هاني وأهلا بيك سهام وأهلا بيك طبعا عمر. سهام كانت مشجعة درجة ثالثة في آخر ثلاث دقائق لدرجة ما كناش بنشوف الباسكت داخل ولا من كتر حماس. أنا في التشجيع ما أقولكش تمام. التشجيع ما بجد يعني لا كلنا على أعصابي، ببقى على أعصابي غصب عني. أنا كنت بتفرج كمان على رجال السلة عملوها، قاعد يصورني يقول لي إحنا فاتحين لايف. موضوع السلة كمان أنت عارف النتيجة بتتغير في جزء من الثانية، وكنا فعلا كلنا يعني كنا بنتفرج وكنا على أعصابنا، ولكن زي ما قلت هو ده النادي الاهلي والبلاس 90 دي الظاهر انها مش في الكوره بس، دي موجوده في كل الالعاب. فبنقول مبروك تاني لفريق كره السله مبروك. وطبعا بنرحب بيكم وتبقى ان شاء الله يعني فقره مميزه. بنشكركم وطبعا الميكروفون مع حضراتكم وان شاء الله تكون حلقه مميزه. اولا طبعا شكرا كابتن هاني، وكل سنه وحضرتك طيب وكل طيب. سنه وكل المصريين طيبين، وان شاء الله فعلا نلتقي السنه الجايه. والحمد لله سنه 2020 يعني ادتنا وشها للنادي الأهلي وأسعدتنا بعد المواقف الكتير اللي مرينا بها كشعب مصري. طبعا نشوفكم بعد الفاصل وحلقة استثنائية من الأهلي خط أحمر، اوعى تروح في أي حتة. أهلا بجمهور الأهلي خط أحمر اللي احنا واثقين ان هو سهران ومستنينا عشان نوعده ان احنا هنقدم حلقة قوية جدا. يا أسامة أهلا بيك. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بجماهير النادي الأهلي في كل مكان، وبالتأكيد أهلا بجماهير الأهلي خط أحمر اللي بالتأكيد فعلا عارفين ان انتم مستنيينا، وان شاء الله نقدم لكم حاجة متميزة، حاجة على طريقة بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة ان شاء الله. في العالم كله القاعدة ان لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، ولكن في النادي الأهلي الوضع استثنائي. القديم كابتن محمود الخطيب وسط مجموعة من نجوم العالم، رئيس الاتحاد الدولي أنفانتينو، كريستيانو رونالدو، بيكيه، كاسياس، ومجموعة من النجوم في حفل أقيم في برج خليفة، البرج الأعلى في العالم والبرج الأكثر ارتفاعا، بنتوج بجائزة غالية جدا بيستلمها الأسطورة كابتن محمود الخطيب كتتويج لمجهودات النادي الأهلي على مدار 20 سنة. عشان ننتقل لأبراج النادي الأهلي هنا في مصر وهي بتحقق بطولة غالية جدا، الأهم فيها يا أسامة كان المجهود والإصرار وقيمة وروح النادي الأهلي اللي بقت سمة غالبة على كل الفرق، وده جاي نتاج تدعيمات وشغل اتعمل مع الفرق دي في مختلف ألعاب الصلاة عشان الجمهور يكون راضي وسعيد، وطلبات جمهور النادي الأهلي أوامر يعني. والأهم يا فارس طبعا بنشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي كله على رأسهم الكابتن محمود الخطيب اللي خلاني أعرف أجاوب على سؤال بنتي لما كانت بتشوف بعض الناس اللي بتخرج عن النص بتحقق بعض الانتصارات، فبتقول لي هو مش المفروض الخير دايما هو اللي بينتصر؟ سنة 2020 بتقول لنا في نهايتها لا يصح إلا الصحيح، النادي الأهلي بيتوج كرة قدم دوري الأبطال ودوري وكاس مصر. النادي الأهلي النهاردة في كرة السلة بعد حرب من وجهة نظري مع اتحاد كرة السلة اللي حاول ان هو يثني النادي الاهلي او يبعد رجال النادي الاهلي عن منصة التتويج، النهاردة رجال كرة السلة بالنادي الاهلي حسموا الموقف وحسموا البطولة عشان بطولة 2020 تكون نتاج لكل مجهودات لاعبي السلة، نتاج لمجلس الادارة، هدية لجماهير النادي الاهلي اللي هي مش بتقبل غير رقم واحد في كل الالعاب. مبروك البطولة الستة دي يا فارس لدوري المرتبط، واعتقد سنة 2020 بتدي الجماهير النادي الاهلي وشها وبتبتسم. معاك يا احمد، والاهم من كلامك كمان هاخد حتة مهمة جدا، ان كابتن محمود الخطيب في الوقت اللي كان عندنا فيه ملفات محتاجة شغل مختلف كان بيتكلم مع الجمهور ان ده هيحصل، ما كناش بنتكلم ان الوضع مثالي في كل الالعاب، وده اللي حصل. بتشتغل عشان تحقق اهدافك، ومهم جدا ان احنا النهاردة نروح لأولى فقراتنا بعين تانية ونرجع نعقب.
مرتين تانية ونرجع نعقب، عشان خاطر زي ما بنتكلم ان الشغل بيكون ليه مجهود، في واحد لا يمكن ينكر احد ابدا انه عامل شغله بدور ممتاز، وهو مستر بيتسو موسيماني وكتيبة العمل بتاعته بالكامل، سواء مدرب الاحمال زي ما بيتقال كي بي، وسواء ماتيلابا محلل الاداء، او كل المجموعه والجهاز المعاون، كابتن سامي قمصان طبعا اكيد طبعا كبير. كل الجهاز المعاون بلا استثناء، وحتى كابتن سيد مدير الكره، واكيد اللاعبين، هي مجموعه زي ما النادي الاهلي بيشتغل. ولكن موسيماني على طريقه النادي الاهلي وعلى طريقه اداره النادي الاهلي، ان قلنا ان هي بترد في الملعب وبترد بالوقائع، برضو موسيماني رد في الملعب، رد على تصريحات مهمه جدا يا اسامه. اولا اكيد حابب يكون عندك كلمه على موسيماني. بالتاكيد هو بيتسو موسيماني اللي جاء في توقيت صعب جدا عشان يحسم مع النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله كاس مصر، وبيقدم نتائج هنستعرضها. والحقيقه الراجل ده فارس ما ردش بس في الملعب، كمان رد بره الملعب، بس هنخلي رد بره الملعب لما نستعرض اصلا فكره ازاي الراجل ده بيتناول النقد بشكل مختلف تماما. عقليه ذكيه جدا، وده بيسهل عليه، ذهنه حاضر فعلا مش بس في الملعب، لا كمان بره الملعب. كابتن ابراهيم حسن يبدو ان هو عنده موقف من بدايه اختيار بيتسو موسيماني. خلفيه الموقف كتير ممكن يكون يعلمها، مش عيب ان يكون كابتن حسام عنده طموح ان هو يدرب اهلي زمالك منتخب مصر، اكيد ده حق مشروع، ولكن كمان مهم جدا انك لا تقلل من الاخرين خصوصا في لحظه انتصارهم. ولما كمان يكون بيتسو موسيماني في صفه جيده جدا، عمر بيتسو موسيماني في اي مؤتمر صحفي ما قلل من شأن أي فريق، حتى بعد هزيمة النادي الأهلي الكبيرة من سان داونز طلع واتكلم إن ده شيء استثنائي من فرقة عظيمة. لما يكون عندك مدرب بالقدر ده وبالعقلية دي، ما بيكونش حلو أبدا إنك تقلل منه، زي ما هنطلع ونشوف التصريحات دي ونعقب عليها فنيا وغير فنيا. ماتش ليه ظروف، يعني أول ماتش للنسيان، نتيجة إن في أول 17 دقيقة كنا ممكن شكلنا كويس ونحاول، ولكن التركيز ما كانش موجود من الوقت المطلوب، كان في اخطاء معينه. موسيماني راجل محترم جدا وانا بحترمه جدا، وانا في بلد او في دوله كل المدربين زملاء، والمدرب الاجنبي ابراهيم اسمعني عشان اخلص. ابراهيم المدرب الاجنبي لابد ان احنا لازم نحترمه، لان الرياضه هي كده. وفي نفس الوقت المدرب الاجنبي لما يجي لازم كل الناس تستفاد منه. المدرب الاجنبي يعني معنى كده ان هو احسن من اللي موجودين، مظبوط؟ فبالتالي بالعكس، احنا كل الناس بتستفاد من كل المدربين اللي بيجوا المنتخبات وبيجوا الانديه، وبنستفاد بنشوف الدنيا كلها ايه. نشكرك يا كابتن. شكرا. طيب حابين نحطكم في المشهد. اولا انا بشيد بكابتن حسام حسن اللي كان عنده كتير من ضبط النفس في التعامل مع الموقف، وكان بيقول لكابتن ابراهيم حسن كل المدربين زملاء ابراهيم، وحاول ياخد الموضوع في حته تانية عشان الامور تمشي. كابتن حسام حسن حاول يحتوي موقف كان غريب في تصريحات كابتن ابراهيم حسن، اللي كان بيقول خليه بس يخسر، لو ما مشيش بعد ماتشين يبقى بحق، احنا مش ضد الراجل، احنا اتكلمنا في فكره ان غريبه ان مدرب يجي من جنوب افريقيا. طبعا مش فاهم ان انت مفترض ان مقاومتك السي في، وسامح يوضح بشكل قوي في الحته دي. ولكن كمان فكره ان كابتن ابراهيم حسن بيقول خلي عم حارس يمسك الماتش الجاي النادي الاهلي، لو ما اخدش بطولات او كسب ابقى انا غلطان. هنا في خلط كبير جدا. اولا عم حارس او اي حد داخل منظومه النادي الاهلي ايا كان دوره، لكل الاحترام ده داخل النادي الاهلي، ولكن زي ما بنقول كل واحد ليه دوره.
فكرة إسقاط حد بيشتغل في حاجة غير المدير الفني، إن هو لو ماسك مدير فني أنت مش بتقلل لأن الشخص قليل، لا عم حارس كبير قوي، ولكن أنت بتحط حد كأنه هو ده مش دوره، وبتقول لو عمل نفس الدور الشخص اللي بيعمل الدور الأساسي ده ملوش لازمة. ده شيء مرفوض. بيتسو موسيماني تحمل إساءات يا كابتن إبراهيم مع اختياره منك، وما سمعناش أي تصريح، ما شفناش أي حد تجاه الصحافة المصرية بيتسو موسيماني أو أي جهاز فني بيتسو موسيماني اتكلم عليه، طلع اتكلم عليك بعد المباراة بكل احترام. ولكن لو رحنا لحتة فنيا، لو أنت بتتكلم أن الراجل مش صانع بصمة، لو شفنا الأرقام أنت بتتكلم في حاجة مهمة جدا عملها بيتسو موسيماني بطريقة 4-3-3، واللي كان بيتابع سان داونز وعارف أن بلان بي بتاعت بيتسو موسيماني 4-3-3 بالثلاثي كيكانا ومبوندا وجالي، عارف يعني إيه أن أنت تستلهم الطريقة دي وتنفذها في النادي الأهلي، ده حاجة صعبة. لو رحنا للأرقام هنشوف يا كابتن إبراهيم أن محاولاتك على مرمى النادي الأهلي ده، دي الأرقام بشكل عام، محاولاتك محاولتين قصاد 8 ده أون تارجت. الشوط الأول يا أحمد كان صفر محاولات من نادي الاتحاد على نادي الاهلي. هنا بنوضح في الاحصائيه دي احنا عايزين نقول اولا انت بتتكلم في معدل تمريرات، دقه تمريراتك اعلى، ولكن المهم المحاولات. الاحصائيه دي بتبرز يعني ايه خطه الراجل اللي بيشتغل على طريقه مختلفه تماما، 7 محاولات منهم 4 اون تارجت، عشان يمنع تماما نادي الاتحاد انه يوصل لمرمى النادي الاهلي. انا عايز اقول ان كابتن حسام فني من كابتن حسام حسن من المديرين الفنيين اللي انت بتشوف منهم شغل. كون كابتن حسام يكون بيمر بعدم القدره المطلق ده على ان هو ما يقدرش يوصل لمرمى المنافس، انا اكاد اجزم ان دي اقل مباراه فنيه لكابتن حسام حسن في تاريخه مع النادي الاهلي. في مباراه 3 مع كابتن حسام البدري، ولكن ما كانش كابتن حسام حسن بالضعف ده امام تكتيك المدرب، لدرجه انه خرج كريم يحيى كان من افضل اللاعبين في استخلاص الكرات في نادي الاتحاد، ولكن هو اعتقد ان فكره البدء بثلاثي في قلب الدفاع هي اللي عامله المشكله، فلما شالهم المشكله زادت اكتر. بتتكلم في معدلات قطع كره رهيبه، 45 كره قطعها واستخلصها ثلاثي الارتكاز. ده شغل قاله كابتن حسام حسن لما قال جملة مهمة جدا، ان مهم ان يكون في مدرب بنتعلم ونستفيد منه. اعتقد موسيماني قدم درس نتعلم ونستفيد منه. بالتأكيد موسيماني قدم درس يا فارس، وانا هنا بقول ان مع بيتسو موسيماني المدير الفني اللي هيواجه بيتسو موسيماني مرتين، اعتقد المرة التانية هتكون صعبة عليه جدا جدا. خلينا نعترف ان نادي الاتحاد طبعا نادي كبير، والكابتن حسام حسن مدير فني كبير، في مباراة كاس مصر كان في ندية واضحة بين الأهلي والاتحاد وحسمناها بصعوبة 2-1. أعتقد في مباراة الدوري ما كانش في أي ندية، لأن بيتسو موسيماني درس طريقة كابتن حسام حسن بشكل محترم جدا، بشكل جيد جدا، وبالطريقة اللي نقدر نقولها الشعبوية كده إن هو سابه أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تضغط عليا أنا أسيبك أضغط عليا. في كورة اتكررت أكتر من مرة لو لاحظناها كابتن محمد الشناوي في الضربات الثابته، احنا طبعا بنبدا الكره من تحت، كابتن محمد الشناوي كان بيقف على الكره بينزل الاربع مدافعين، 2 سنتر باكس يفتحوا والفول باك بيفتحوا على الجنبين، فبيضغط لاعبي الاتحاد بحوالي 4 أو 5 لاعبين. اللعبه المشهوره عند كابتن حسام وهي ضغط متقدم، فكان بيحصل ايه؟ كان بيحصل ان الكابتن الشناوي بيلعبها اما على كهربا او على طاهر محمد طاهر، ويستغل سرعات الخط الامامي في عندنا طاهر وكهربا وكمان محمد شريف المهاجم عنده نفس السرعات دي، فكان بيستغل السرعات دي في انه يلعب في مساحات، وده اللي نجح بيتسو موسيماني. وانا من وجهه نظري هو عمل مصيده لطريقه لعب الكابتن حسام. اما بالنسبه للكابتن ابراهيم انا بنصحه بجد ان هو يتفرج على تصريحات بيتسو موسيماني بعد المباراه. اولا بيتسو موسيماني بدا الحديث عن فريق الاتحاد بانه فريق كبير وعنده مدير فني كبير، وان الفرقه دي صعبه جدا فنيا، فتوجه له سؤال قالوا له ده المدير الفني او مدير الكره اخوه الكابتن ابراهيم حسن بيقول ان انت اي نادي او اي مدير فني يمسك النادي الاهلي هيحقق معاه بطولات، وحاول ان هو يتكلم انك انت جاي من جنوب افريقيا. ده طبعا سؤال اتوجه لبيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي، كان رد بيتسو موسيماني قال هو من حقه يقول رايه، لكن لو القضيه كده النادي الاهلي بقاله 7 سنين ما خدش دوري ابطال افريقيا، فازاي اي مدير فني يقدر يجي ياخد بطوله مع النادي الاهلي؟ وانتم عارفين جماهير النادي الاهلي دايما بتفكر في دوري ابطال افريقيا، فكان رده هادي جدا خارج الملعب ودرس كبير جدا خارج الملعب، واحترم الكابتن حسام حسن، وكان كمان درس جوه الملعب اعتقد صعبها عليه.
فبعض الناس ممكن تسأل طب هو ليه المؤتمر الصحفي تحول لسؤال عن بيتسو موسيماني وسؤال عن كابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن؟ ده هنفهمه لما نشوف تصريحات الكابتن إبراهيم حسن في الفيديو ده عشان نعرف خلفية السؤال اللي اتسأل في المؤتمر الصحفي. جنوب أفريقيا ناس محترمين وأفريقيا ناس طبعا جميلة جدا، بس مصر ما فاتتش عشان يبقى فيه يبقى تجيب مدرب من محترم. انا طبعا مش بنكر في مدربين، لو عايز في اوروبا ماشي، لو اخاك شمال افريقيا ماشي، وبرضه نفس الشيء في ضغط اعلامي قوي جدا ان موسيماني حاجه عظيمه معجزه ما سمعتش حاجه. وانا شايف حتى الماتشات النادي الاهلي مش النادي الاهلي. لو انتوا عايزين نطبل ونطبل وطول ان الدنيا زي الفل، لا، النادي الاهلي شكله صعب. اعتقد كابتن ابراهيم حسن انت شفت شكل النادي الاهلي كويس، واعتقد بيتسو موسيماني قدم مباراه من اروع ما يكون، خاصه من افضل 14 مباراه قاد فيها بيتسو موسيماني النادي الاهلي. ممكن نستعرض النتائج على الشاشه عشان نشوف ليه بنتكلم بشكل ايجابي عن بيتسو موسيماني اللي من حقه بالمناسبه في قناه النادي الاهلي نتكلم عنه بكل شكل ايجابي. 14 مباراه خاضها بيتسو موسيماني، 12 فوز 2 تعادل، منهم تعادل مع فريق بيراميدز بكل النجوم المدججة فيه بعشر لاعبين فقط لا غير. واحنا احتسبنا طبعا مباراة ركلات الترجيح كمان تعادل. وفي الدوري بيبدأ بمسيرة ممتازة جدا من 3 مباريات بيسجل 10 أهداف وبيستقبل هدف واحد، معدل 3.33% هدف لكل 90 دقيقة. فلما يكون مدير فني عامل الأرقام دي ومدير فني هو الأعلى اكسبكتد جولز على المرمى في 3 مباريات، كل مرة بيوصل لأربع أهداف، وده رقم كبير جدا. والمباراة الاتحاد أكيد جماهير النادي الأهلي كانت بتحلم بنتيجة أكبر من كده، فأعتقد يا كابتن إبراهيم لازم نديله حقه زي ما كابتن إبراهيم كل الإعلام بيديك حقك في إنك أفضل ظهير أيمن في الفترة الأخيرة. يمكن آخر 30 سنة ما شفناش ظهير أيمن زي الكابتن إبراهيم حسن اللي كان بيلعب في 3-5-2 واخد الخط لوحده، زي ما بنتكلم عن الكابتن حسام حسن كلاعب كرة عظيم وأسطورة من أساطير مصر، وبنتكلم عنه كمدير فني عظيم. فأعتقد أبسط حقوق موسيماني أو أبسط حقوق أي مدير فني ينجح ويشتغل إننا نديله حقه مش ننتقده، أو على الأقل مش عايز تديله حقه بلاش تنتقده. والله يا أسامة برضو هاخد من كلامك في ان احنا فعلا ادينا كل واحد حقه. لما جينا اتكلمنا عن فترة التسعينات في النادي الاهلي ادينا كابتن ابراهيم حقه كويس قوي وكابتن حسام حقه كويس قوي، يمكن بشكل في كل حاجة وفي كل انجازاتهم مع النادي الاهلي. ولكن انت بتتكلم في مدرب حتى مش حقه فنان وفي الارقام في الدوري ده كمان يا أسامة، الراجل جاي واخد فريق يا كابتن إبراهيم، ما احنا نبص التجربة ونشوف الناس بتعمل ايه مع الأندية. واخد فريق كان بقاله 3 سنين ما بياخدش بطولات، كان وصل للمركز العاشر في الدوري، بيحقق 5 دوري و2 كاس وأول بطولتين إفريقيتين في تاريخ النادي. إذن النادي الأهلي لما بيجي يختار حد ما بيختارش حد عشوائي. فكرة التقليل من الراجل قبل ما يشتغل يمكن احنا افترضنا ان ما تشافش لسه الراجل عمل ايه، انما زي ما اسامه قال الراجل 14 مباراه بيفوز 12 وبيتعادل 2 منهم مباراه ب 10 ومباراه ببطوله، وبرده لسه التصريحات مستمره. يعني اكيد جمهور النادي الاهلي كده هيكون مشحون وكده هيكون متضايق، ولازم الناس تعرف ان جمهور النادي الاهلي عمره ما بياخد موقف من حد الا نتيجه افعاله. محتاجين نراجع افعالنا في حاجات كتير قوي ممكن نفهم منها كواليس التصريحات، بس مش بس. اتفضل. محتاجين حاجه كمان، محتاجين ان احنا نتكلم عن الروح الجميله جدا بين اللاعبين. طاهر محمد طاهر بيتصاب في الدقيقه 30، بيتكتب مين نسر المباراه، يدخل كهربا يقول نسر المباراه، شايفين زي ما حضراتكم شايفين طاهر محمد طاهر. وحسين الشحات كابتن حسين الشحات كلهم طبعا كباتن بيقول ايمن اشرف هو نسر المباراه. هي دي الروح اللي موجوده في النادي الاهلي، وهي دي الروح اللي بتؤدي الى الفوز. وانا عايز اتكلم بشكل مهم ان المره الثالثه او الرابعه ايمن اشرف هو افضل مدافع في مصر حاليا. ايمن اشرف هو اكتر استخلاصا لكره في المباراه، 16 استخلاص. ايمن اشرف هو دايما مساهم بشكل كبير جدا في اهداف النادي الاهلي، وايمن اشرف لازم ياخد حقه زي ما الكابتن حسين الشحات بيقول. لكن في صوره على الجوانب النفسيه بين المدرب واللاعب عشان نشوف الابعاد الاخرى لبيتسو موسيماني. دي صوره لمدير فني بيدي التحيه للاعب عنده، لاعب نازل بشكل مختلف تماما وهو محمد شريف. وبالتالي لما تشوف محمد شريف واثق قدام المرمى فاعرف ان في مدير فني بيدعمه بشكل ايجابي جدا. كمان في صوره ثانيه، وطبعا يعني هو ده بيقول ابني الشقي ده وهي صوره كهربا مع بيتسو موسيماني بعد الهدف الاول. وبالتالي
عايز اقول رساله بقى للاعبي النادي الاهلي في وجود بيتسو موسيماني او اي مدير فني بيهتم بالجوانب النفسيه، لان انا من وجهه نظري الجوانب النفسيه عامل مؤثر جدا 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 مع الجوانب الفنيه، لان المدير الفني اللي بيهتم بالجوانب النفسيه بيقدر يطلع من اللاعب اقصى حاجه عنده بالظبط. وبالتالي زي ما محمد شريف بيطلع اقصى حاجه عنده، كهربا للمباراه الرابعه على التوالي ما شاء الله بيسجل وبيطلع اقصى حاجه عنده، رساله لكل قائمه النادي الاهلي، استغلوا وجود بيتسو موسيماني، لان عدم الدفع بيكم في ظروف او تكون مش جاهز وقت ما يحتاجك المدير الفني دي هتكون مشكله ليك انت، او هيكون انت اللي عليك تراجع نفسك، لان اعتقد المدير الفني ده عادل جدا، بيمنح فرصه للكثير وبيتعامل بشكل ايجابي جدا مع اللاعبين. فارس معاك طبعا، كهربا ومحمد الشريف الاثنين بينافسوا على هداف الدوري، كل واحد مسجل 3 اهداف، ومستر بيتسو موسيماني زي ما انت كمان بتتكلم في الجانب النفسي، كمان مهم انك تستغل مستر بيتسو موسيماني في الجانب الفني، لانه من المديرين الفنيين اللي بيطور اللاعبين بشكل كبير جدا. انا اكاد اجزم ان كهربا كان قد يذهب إلى مصير مختلف تماما بغض النظر عن المدير الفني، لأن فلسفة وقناعات المديرين الفنيين بتختلف. وإحنا مستر بيتسو بيدي الفرصة أكتر من كده أكيد طبعا. بس أكيد إحنا طبعاً. برضو هنطلع فاصل، اوعى تروح في أي حتة، تقدر تمسك موبايلك دلوقتي، استنونا والأهلي خط أحمر. ورجعنا لكم واستكمال فقرات الأهلي خط أحمر، ولسه معانا مستر بيتسو موسيماني ولكن بشكل مختلف. يمكن لو تصريحات كابتن إبراهيم كانت في إطار قد يكون لآخره فني حتى لو اختلفنا مع طريقته، ولكن في تصريحات بتتجاوز الإطار الفني. كابتن رضا عبد العال أصبح مطلب جماهيري التصدي لتصريحاته، وأنا بقول إن لازم واقفة مع تصريحات رضا عبد العال، لأن هي مش في إطار فني خالص ولكن في إطار مسيء. نروح ونسمع كابتن رضا عبد العال قال إيه عن بيتسو موسيماني ونرجع نعقب. سرق الجون اللي هو الأولاني في 5 دقايق وبعد كده ما شفناهوش إلا بيجري ورا مجدي قفشة لما جاب الجون. حصل؟ بلاش. خدت أنت بطولة أفريقيا اللي هي كانت عاملة عليك ضغط وكانت عاملة على اللعيبة ضغط وكانت عاملة على الجماهير ضغط، وأول مرة أشوف جماهير الأهلي، أول مرة سيبك من اي اوانطه، جماهير الاهلي كانت مرعوبه من لعيبه الزمالك وفرقه نادي الزمالك، واخد بالك؟ انت بقى خدت البطوله دي خلاص الضغط اتشال. لما اجي في ماتش الاتحاد اللي هو بقى ماتش الاهلي والزمالك اللي هو في كاس مصر، لازم انزل اكل فرقه الاتحاد دي، مع كل الاحترام والتقدير طبعا، ده انا خدت بطوله اكبر بطوله في القاره. كل مجتهد نصيب. مجتهد ايه؟ عليا الحرام في ماتش الاهلي كان في ماتش الزمالك كان واقف يا جدع، كان واقف اصلا مش دريان بالدنيا، وكان واقف وقعد وترعب. بجانب ماتش الاهلي والزمالك في افريقيا، التاريخ هيذكر ان الزمالك لعب حلو ولا الاهلي اللي كسب؟ لا بضربه حظ معروفه، اه الاهلي كسب بس بضربه حظ. هو التاريخ بيذكر ده. ما خلاص بقى، هو ثواني كره زيزو لو دخلت خلاص. ماتش مصر المدير الفني تحديدا لما يجي ياخد قرار مفروض ما يسالش حد، سيبك من الاونطه بتاعت انه يروح يسال المساعد ومش عارف ايه، كل دي اونطه، انما انت عشان ما حدش يبرجلك يوترك. لا هي مش ضربه حظ، ده اللي انت بتقوله ده نتاج ضربه شمس، يعني ده كلام ما يطلعش غير نتاج ضربه شمس. اولا انا مش فاهم اللغه بتاعت عليا الكذا، انا مش فاهم انت بتعمل ايه؟ انت مدرك ان في شاشه قدامك ولا انت مش مدرك ولا وضعك ايه بالظبط؟ لان الظاهره بقت ممله وبقت انا اسف اقول ان هي مقززه اعلاميا، كمان حتى كلامك فنيا صفر، والله العظيم صفر، هو مجرد يعني انت بتطلع بتتكلم في كلام يعني همبكه بالبلدي، بمعنى بقول ان النادي الاهلي سرق الجون الاول. سرق الجون ازاي؟ انت لو تشوف هدف السولية واللي معمول فيه والسكريننج اللي عامله ياسر ابراهيم للسولية عشان يطلع، مستحيل لو انت راجل فاهم فنيات تقول الكلام ده. هنيجي لحته تانية، يعني ايه جمهور النادي الاهلي كان مرعوب من نادي الزمالك؟ ازاي الكلمه دي تتقال؟ اولا جمهور النادي الاهلي عمره في تاريخه ما كان مرعوب من حد. اه بنحترم الفرق الصغيره زي الفرق الكبيره لان ده يليق بشخصيه النادي الاهلي، انما النادي الاهلي ما بيترعبش من حد. النادي الاهلي داخل المباراه وهو ملاعب الزمالك 8 مباريات في دوري ابطال افريقيا كسبان 5 ومتعادل 3. لو انت ما بتعرفش تاريخ نعرفك. كمان ضربه حظ، ضربه حظ ازاي؟ عشان زيزو جاب كره في العارضه، طب والكره اللي جابها حسين الشحات في هدف سهل جدا كان يدخل. كلام ملوش علاقه باي شيء يخص الفنيات، واعتقد هو مجرد
تعمد إساءة لموسيماني. وكمان في حاجة بقى أنا مش فاهم، يا أنت ما بتشوفش كورة يا ما بتحاولش تتفرغ غير في كرة مصرية. إحنا بنتكلم في يعني إيه المدرب بيسأل الجهاز المعاون، وكأنها خطيئة الراجل بيسأل الناس اللي جنبه تحسه محتاس. يعني حاول كده تشترك في قنوات بتذيع الدوري الانجليزي وتجيب مستر بيب جوارديولا لما او لما كان موجود. ده هو بيحبه اصلا، ده المدرب المفضل عنه. يا عم بيحب ايه، هو فاهم جوارديولا بيعمل ايه؟ نشوف صوره والله بيحبه كده بالشبه، نشوف صوره ده ارتيتا ومعاه بيب جوارديولا وهو بيساله في المباراه وفي التغييرات وفي السيناريو. مش صوره بس، ده اكتر من لقطه كان دايما بشكل دائم ده بيحصل برضو هنا في الصوره دي. وفي مشهد تاني ده المدير الفني اللي بيشتغل، وده طبيعي. انا جايب الجهاز مش جهاز ملوش دور، ده جهاز في فريق كبير وكلها اسماء كبيره. وشفنا الراجل مساعد المدرب بتاعه، ده راجل كان بيقود فرق في دوري جنوب افريقيا، هو مش جايب ناس ملهاش قيمه. كابتن سامي قمصان خد خبرات كتيره جدا وكل الجهاز الفني. فاعتقد تصريحاتك بجد بقت شيء غير مقبول لا اعلاميا ولا رياضيا. لا ده كمان يا فارس، بما اننا بقى هو بيشجع برشلونه وبيتابع برشلونه، يسال كده المساعدين او الداتا اناليست في برشلونه او في ليفربول عددهم قد ايه؟ 12 مساعد و15 مساعد في برشلونه، واعتقد دي كره القدم الحديثه يا كابتن رضا. ولكن ليك تصريح هنتعرض ليه هتوضح انت ازاي بتقيم الامور. وانا بتفق مع فارس فكره ما ينفعش ناخد التصريحات بالشكل ده. تقييم فني احنا معاه، تقييم بقى جبناه قبل كده بناء على الشكل وبناء على اللون واعترضنا على الكلام ده. الكلام بقى بشكل عام بالطريقه دي اعتقد بقى صعب جدا، خاصه يا كابتن رضا وانت اساسا ليك راي في بيتسو موسيماني بعد مباراه صعبه جدا خضها في الدوري المصري كمان، وكان رايك مختلف تماما عن الكلام اللي انت قلته ده. نطلع نسمع رايك انت عشان تقارن انت بنفسك مين فيهم رضا عبد العال. كله كان بيلعب بنجومه. ما تحسش ان في خطوط، ده النادي الاهلي كان ناقص وكان هيكسب. ودي هنا تحسب لموسيماني بقى. يعني احنا بنقول لسه قدامه فتره عبال ما يبدا ياخد الاحساس ويعرف اللعيبه والكلام ده، بس هو عمل حاجه طبعا مش هيفهمها غير الناس اللي هي يا مدربين يا لعيبه. اللي هو لعب 4-4-1 بعد الطرد. لعب 4 اللي هم الديفنس عادي، ولعب في نص الملعب الأربعة اللي عملوا ستارة وساب أجايل وحده هو اللي يناوش قدامه خلاص عشان ما يفقدش حتة نص الملعب. هو كان بيقفل بيعمل كثافة عددية في نص طبيعي. الملعب التغيير اللي عمله وطلع بادجي اللي هو كان لسه نازل عشان يقفل نص الملعب، لأن لو لعب بالاتنين رصاد حربة كان هيبقى فيه فجوات كتيره وثغرات كتيره وكان ممكن بيراميدز يهدد. اذا موسيماني من وجهه نظرك هو مدرب ذكي؟ لا هو مدرب عنده خبره، لان ما عملش التغييره دي الا مدرب فاهم. ما كان ممكن طلع مثلا اجاي عادي. يعني هو مدرب كويس جدا جدا. طبعا هو اللي يقول غير كده يبقى كذاب. وبرضه هقول لك على حاجه، يعني وجهه نظره يعني ممكن يبقى في حد. لا 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 لسبب لسبب، لان لما جه لعب الاهلي والزمالك عمل علينا بالظبط ماتشات هايله، فانت تحكم عليه من دي بالظبط. واللي يقول غير كده كذاب. الكابتن رضا عبد العال انا مش قادر استوعبه، بيقول له مدرب ذكي، قال له لا هو مدرب عنده خبره وفاهم. طب يعني مفيش ربط بين الراجل ده فاهم هو بيعمل ايه متعلق بفكره الذكاء، وبعدين بتتكلم عن مباراه كانت مباراه امام فريق بيراميدز وبيلعبوا والنادي الاهلي بيلعب من بدري جدا 10 لاعبين، وبتقر ان الراجل قاد المباراه بكفاءه عاليه جدا. واللي يقول غير ان الراجل ده كويس جدا يبقى كذاب. وهنا السؤال، مين كابتن رضا عبد العال في الفيديوهين دول؟ كابتن رضا عبد العال الاولاني اللي شايف موسيماني مش دريان بالدنيا، ولا اللي شايف بيتسو موسيماني مدرب فاهم جدا وعنده خبرات واللي يقول غير كده كذاب؟ ده سؤال لكابتن رضا عبد العال، عنده هو الاجابه. اعتقد يا اسامه التناقض بيرد على نفسه زي ما انت قلت، ولكن اسمح لي بقى يكون عندي تفسير. يعني انت طرحت تساؤلين مين كابتن رضا. انا عايز اقول لك سيبك بقى من الحته دي خالص، انا عايز اقول لك كابتن رضا اصلا ايه اسباب ودوافع كل رؤيته وتحليلاته الفنيه، وايه المدرسه اللي بيعتمد عليها في افكاره الفنيه. نطلع ونشوف الفيديو ده. النادي الاهلي من غير اي مدرب وربنا ياخد البطولات كلها. لا مفيش حاجه اسمها فرقه من غير مدرب. انت مدير فني فاهم وعارف يا كابتن رضا. اسمع الكلام، انا بقول لك احنا كلنا عطس، كل المدربين دولت انا من ضمنهم، اول واحد عطس.
احنا بنقعد نتكلم حلو قوي، يعني احنا بنقعد نتكلم حلو قوي، انما بتيجي في الملعب وربنا لا بتشوف التغيير ولا بتشوف مين احسن لعيب في الملعب ولا حتى رؤيتك الملعب الفرقه الثانيه مين احسن واحد فيهم. انت خليت التدريب هجس، احنا واخدينها بالفهلاوه والحب والعلاقات والكلام ده، احنا مش واخدينها بجد. بس ده مش كلام يعني ينطبق على كل المدربين. بص، شيل الكابتن حسن شحاتة وشيل حسام حسن وشيل إيهاب جلال وبشلكت انت، وانا اول واحد في الهجصين، حطني رقم واحد في الهجصين. كابتن رضا اول واحد في الهجصين، ولما بينزل الملعب مفيش الكلام ده. اعتقد يعني احنا هنعقب نقول ايه على مدرب او شخص شايف نفسه افكاره الفنيه هي مجرد هقص، ولما بينزل الملعب ما بيعملش حاجه، ده انعكاس لفريق طنطا اللي هو تجربته التدريبيه معاه في المركز ال 13 من 16 فريق، عنده 5 نقط من 5 مباريات، يعني تطبيق عملي للهقص. لا بس هو ما قالش ان هو، بس هو قال انا اول هؤلاء الهقصين. لكن الكابتن رضا بما اننا بنتكلم في سكه الاراء اللي فيها هقص كتير، كان في راي ما اعتقد ما تسمعوش من اي محلل فني مر عليه مباراه واحده للنادي الاهلي شاف فيها علي معلول وهو حتى في أسوأ حالاته. كان ليه راي في علي معلول في مارس تحديدا 2017، الحمد لله ان احنا ما سمعناش رايه او اننا استغنينا عن علي معلول. نسمع راي الكابتن رضا ونرجع نتكلم بالارقام. مين من وجهه نظرك في النادي الاهلي يستحق ان هو يمشي، ومين في نادي الزمالك؟ لا يمشي، انا ماليش دعوه بقط العيش، لا يمشي دي لا. انما قول لي ان ده اقول لك مش ستايل نادي الزمالك، مش ستايل النادي ماشي الأهلي. مين في النادي الاهلي شايف من وجهه نظرك انه مش ستايل النادي الاهلي، ومين في نادي الزمالك مش ستايل نادي الزمالك؟ لا انت فكرني، انا بشوف بس يعني معلول ده ماله؟ معلول ماله بقى معلول؟ انا مش مقتنع بيه انا كمدرب، واخد بالك؟ مش مقتنع بعلي معلول؟ ايوه مش مقتنع بيه. هو انت اللي بتقول ولا انا؟ واخذ يفكر ثم يفكر ويبحث عن لاعب فاذا به علي معلول ده. يا كابتن رضا، علي معلول ده افضل باك شمال محترف في مصر بعد جيلبرتو، وان كان خلاص بيقترب من مكانة جيلبرتو عند جماهير النادي الأهلي. ومش بس كده، علي معلول في الفترة دي لو استعرضنا أرقامه هتلاقيه كان مساهم، هو بعض الأوقات مصاب بشكل كبير جدا في 2017 في 13 هدف تقريبا في سواء بطولة الدوري أو بطولة الكاس أو بطولة كاس مصر. الأهم أن علي معلول اللي لو كنا سمعنا الكلام وما احتفظناش بعلي معلول، علي معلول حاليا النادي الأهلي مسجل 10 أهداف، مساهم بخمسة، باك شمال مساهم بخمس اهداف في 3 مباريات، 4 اسيست وهدف. علي معلول يا كابتن رضا اللي لما كان بيغيب مباراه نهائيه كنا بنقلق، دي احصائيات علي معلول في الوقت اللي انتقد فيه الكابتن رضا عبد العال علي معلول، اللي حاليا واصل ل 23 هدف و41 اسيست مساهمه مع النادي الاهلي في 4 مواسم. علي معلول اللي دخل النادي الاهلي ياخد الدوري زي صباح الخير، دي كانت كلمة علي معلول في تعقيبه الدوري في الأهلي، صباح الخير. علي معلول غاب 2 نهائي أفريقيا، النادي الأهلي لم يحالفه التوفيق فيهم. بالتأكيد مش علي معلول هو السبب فقط لا غير، لكنه كان عنصر مؤثر جدا جدا جدا، وغيابه أثر فنيا على النادي الأهلي. لما حضر علي معلول على رأي الكابتن مدحت شلبي حط الزغلول وخدنا بطولة دوري أبطال أفريقيا بالقضية. وأعتقد يا كابتن رضا محتاج، احنا كل حلقه بنقول محتاج، طب يعني طب نعمل ايه؟ يعمل لازم كوميدي. في مراجعه شويه. ابراهيم فقعد بيضحك اساسا، زميل ابراهيم فقعد بيضحك، فيعني مش عايز اقول لك محتاج تراجع الافكار دي، لا محتاج تشوف اي حاجه تعملها غير انك تجيب سيره النادي الاهلي، لان الموضوع هيبقى هنا فعلا هنوصل لمرحله الكوميديا هنا في الاهلي خط احمر. فدي كانت فقره رضا عبد العال يا فارس. عندنا بقى فقره ثانيه، لا هتطلعنا فاصل قبلها، هطلعك فاصل قبلها، هتطلعنا فاصل قبلها عشان نرجع ناخد بريك كده والناس تكون خدت بالك بتعوضها. لا هتطلعنا فاصل خلاص، اتدوق دوق خلاص، نطلع فاصل. اوعى تروح في اي حته وتقدر تمسك موبايلك. ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر وهيظل النادي الاهلي خط احمر، وفي ناس لازم تعرف ان الاهلي خط احمر. الاهلي خط احمر مش لان النادي الاهلي فوق النقد او فوق الاختلاف،
ولكن الاختلاف لما يكون موضوعي وبغرض ان الناس فعلا تستفيد. عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز خرج علينا بتصريحات كتير منها انا بشوف ان في تجاوز في حق النادي الاهلي وفي تقليل منه وفي تدخل فيما لا يعني اطلاقا. نطلع ونشوف اول فيديو ونرجع نعق. هل النهارده لما انا بلعب الزمالك في الاسبوع الثاني ويتاجل ماتش في الاسبوع الرابع ماتش بلا اي قيمه في الاسبوع الرابع لان فيه لسه 30 اسبوع بعديه والناس ما بتلعبش وفي نفس الوقت بيتلعب ماتشين؟ يعني لو الموضوع ان احنا نقول امنيا فالامنيا ان المباراه ما بتلعبش او اليوم ده ما فيهوش رياضه لكن بنتفاجئ ان بيتغير الجدول لحاجات انا عن نفسي مش قادر افهمها مش قادر استوعبها بس احنا متعودين على كده يعني احنا متعودين كلنا على كده ونسال السؤال طب احنا بنقول عليه من خلالك خدناه من علي ابراهيم لما الماتش لما خلاص نعمل بعد كده كل ماتش اهلي وزمالك في الاسبوع الاخير. ما النهارده انت كل مكان داخل عشان ينافس كل نادي بينافس في فئه معينه في تارجت هو داخل من اول السيزون. ايوه بس خد بالك من نقطه لا الاهلي اعترض على ميعاد المباراه ولا الزمالك اعترض على ميعاد المباراه وهو ولا احنا من ولا هو حتى ولا هو حتى كمان كان قرار اتحاد الكوره ما احنا بس خلينا نتكلم كلام واضح وشفاف ده كان قرار امني بحت ما هو واضح للكل يعني. طيب بالتالي الملف ده الملف القرار الامني يا فندم القرار الامني الواضح والشفاف هو جدول الدوري اللي قاعد متاجل لحد خمس ايام قبل انطلاق المسابقه ما تعرضش على الامن. دي معلومه حضرتك. لا يا فندم الجدول ما بيجيش غير بعد المراجعات الامنيه. هل ما اتعملش مراجعه امنيه وكان معروف من البدايه ان في الاسبوع الرابع يوم 28/12 مباراه اهلي وزمالك؟ ما كانش حد عارف؟ يعني الموضوع كان فجأة؟ كان سر؟ لا ما كانش فجأة وما كانش سر، لكن هي القصة كلها من قبلها بخمس أيام لما اتقال إن في لعيبة موجودة في الناديين عندهم كورونا اتقال إن الماتش هيتأجل. مش ده اللي حصل؟ حقك كحد موجود في نادي في واقع مسؤولية إنك تتمنى انتظام المسابقة، ده شيء مفروغ منه. وكلنا بنتمناه. طبعًا، ولكن إن احنا ننتقل لمرحلة تانية إن بتكلم إن الأمن ما كانش عارف إن المباراة في الأسبوع الرابع، وهنا يبدأ الإشارة بأصابع الاتهام في دائرة خارج إن التأجيل أمني. حضرتك يبدو إنك حديث العهد بالموضوع فما عندكش فكرة إن كتير جدًا كانت المباريات وفقًا لقرار الأمن والمعطيات والمستجدات اللي عنده ومش عند حضرتك أكيد لأن دي معلومات أمنية كانت بتأدي لتغيير مباريات. هنا بقى المشكلة وأفصحت عما في قلبك وفي صدرك لما رحت قايل أصل الإصابات المباراة أجلت لما حصل إصابات بكورونا. طب أنا عايز أسألك سؤال، إيه الحكمة إن الفريقين وهم كاملين هيلعبوا بعض أو الفريقين لما هم ناقصين برضه هيلعبوا بعض؟ لو ده السبب أنت قلت الفريقين النادي الأهلي كان عنده مصابين بكورونا ومحدش أجل حاجة، نادي الزمالك بعد الإصابات بكورونا تأجل، مش بقول إن السبب كده بس بتكلم إن طب ما هو النادي الأهلي كان عنده إصابات بكورونا ومفيش حاجة تأجلت، يبقى السبب أمني، يبقى لما أعترض أعترض في إطار إن كنت بتمنى إن المسابقة تبقى منتظمة، مش النقح من النادي الأهلي والزمالك بحجمهم في تصريحات لها غرض مش مفهوم. وفي نقطة كمان، الأهلي والزمالك لعبوا نهائي دوري أبطال أفريقيا وفي هنا ثلاثة مصابين كورونا وثلاثة أنا قبل ما أتكلم عن الماتش أنا هنا طبعًا ده لما بيتكلم عن التأجيلات هنا مباراة شهيرة جدا بين الزمالك وبيراميدز، تقريبا نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي بيراميدز اتفقوا على التأجيل. المباراة كانت 2 أكتوبر 2018 وكان النادي الأهلي عنده مباراة دور قبل نهائي في 2 أكتوبر فالأمن قال ما ينفعش مباراتين يتلعبوا في القاهرة بعد تصريح رئيس نادي الزمالك وبعد موافقة الجانب أو جانب نادي بيراميدز على تصريح رئيس نادي الزمالك. اللي حصل إيه؟ المباراة اتأجلت ومش كده وبس، ونادي بيراميدز لعب مع بتروجيت يوم 3 اكتوبر يعني تقريبا مش تقريبا ده تاكيدا نفس الحاله. ولما اتقال المباراه تتاجل 24 ساعه قال لا اصل الزمالك عنده يوم 6 مباراه مع الاسماعيلي، ولما جينا ليوم 6 قال لك لا اصل الزمالك عنده مباراه مع الهلال السعودي، وبدات فكره انا مش هلاعب بيراميدز الا لما الاهلي يلاعب بيراميدز، وبقت الامور على الكيف. فزي ما قال فارس مش يبدو انت اكيد طبعا حديث العهد لاعب العاب ضمنهور السابق، فالمواضيع التنافسيه دي اكيد صعبه عليك وحديثه عليك. وهنا انا بوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي هو من يصنع قيمه البعض او قيمه الجميع سواء كنت محب او ناقد، وبالتالي هنا لما بنرد على حد بيكون من قيمه النادي الاهلي لا من قيمه من نرد عليه. النقطه دي حابين نوضحها وكل مره نوضحها لان الشعار ده
مش المفترض ان اي حد يظهر تحت رايته او تحت شعاره، لان النادي الاهلي كبير قوي على الجميع. فعشان كده احنا بنرد من قيمه النادي الاهلي، وبالتالي لما يكون حد كمان متربص بالنادي الاهلي زي ما هنسمع في الفيديو التالي، لا لازم يكون ردنا رد قوي، لان النادي الاهلي خط احمر. نشوف فيديو كمان ونرجع نعقب. رمضان صبحي اكبر بكتير جدا من فكره الضغوط. التعاقد مع رمضان صبحي، انت ما تعاقدش مع لعيب، انت تعاقد مع مشروع. رمضان هو لعيب للحاضر وللمستقبل. احنا فاهمين كويس قوي ان في ناس متضايقه من تعاقدنا مع رمضان صبحي. وقطاع كبير، لان هو كان بيلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ليه شعبيه جارفه. قطاع كبير جدا من الجمهور كان غاضب ان رمضان انتقل، لكن هي دي سنه الحياه. احنا في عصر احتراف. النهارده انا موجود في المكان ده، بكره انا موجود في مكان تاني. واهم واهم من يتخيل ان الحب والولاء ده حاجه ابديه. دي موجوده للجمهور بس. لكن اللعيب ده راجل محترف بيتقاضى اجر. خليني اقول لحضرتك، كلنا شايفين هجمه غير مبرره وشرسه على رمضان من كل الاتجاهات. الراجل اللي قاعد بيحلل المباراه ده راجل حيادي. هو موجود في المكان ده عشان يحلل اللي هو بيشوفه. يطلعوا يقولوا وجات من اساتذه كبار ونجوم كبار، الطموح ونادي الطموح. يا فندم حضرتك بتحلل المباراه، ايه علاقه حضرتك باختيار اللعيب؟ ايه علاقه مدرب منتخب مصر الاولمبي باختيار رمضان صبحي؟ يقولوا انت صح ولا غلط؟ انا مش قادر افهم. ايه علاقه يعني، ايه علاقه يا جماعه؟ احنا النهارده بتتكلموا على تعصب؟ بتتكلموا على رياضه وتنافس؟ ولا انتوا عاوزين الموضوع يمشي في نفس الاتجاه اللي ماشي فيه بقاله 60 سنه؟ لكن انا بكلم حضرتك على رجل حيادي قاعد في استوديو عشان يحلل مباراه احنا كلنا شايفينها، وبيقول لحضرتك ما احنا كلنا عارفين الطموح فين. طب ما انا ممكن اقول لحضرتك ما احنا عارفين برضه الطموح ازاي؟ كان بيجي ازاي؟ هنتكلم عن موضوع الطموح ده فين؟ اللي المفروض اصلا قبل ما تيجي تحاسب الاعلام عليه، حاسب اللاعبين اللي بيطلعوا في المؤتمرات الصحفيه بيقولوا نفس الجمله بالظبط، ان احنا جايين عشان نحقق طموح. فكره بقى تصديق الجماهير من عدمه دي فكره ما ترجعلكش انت. ولو عايز ان انت الناس ما تتكلمش عن فكره الطموح، خلي لعيبتك ما تتكلمش عن فكره الطموح ويقدموا نفسهم بشكل مختلف. لكن بما انه قدم نفسه بالطموح، فبالتالي لازم نسال هو فين الطموح؟ لكن طموح الاهلي هنتكلم عنه بعدين. لكن نقطه ثانيه، انت بتقول رمضان لا يبالي. طب لما هو لا يبالي، انت زعلان ليه من انتقادات الجماهير؟ وبتتكلم ليه عن انتقادات الجماهير؟ وهنعيد تاني، معلش، لاعب العاب دمنهور السابق ما يعرفش يعني ايه تنافسيه، او يمكن كمان ما شافش يعني ايه تنافسيه لما لويس فيجو انتقل من برشلونه لريال مدريد. ايه اللي حصل؟ هيجوايين اترمت راس خنزير في الملعب. لما هيجوايين اتنقل من نابولي لليوفي في مدينه نابولي، التيشيرت بتاعه على الباسكت، سله الزباله. فبالتالي تصرف الجماهير المفروض ما تعقبش عليه. اما بالنسبه لتصرف المحللين هنتكلم عليه، بس انت عندك نقطه ثانيه يا فارس محتاج برضه هو يركز عليها، فكره الانتماء. هو يبدو برضه ان هو بيتكلم على خلفيته الذهنيه، واضح ان هو زعلان من الاهلي قوي، يعني النادي الاهلي واضح ان هو تعبه قوي يعني ومركز معاه قوي، لان تصريحاته كلها فيها تجاه النادي الاهلي. اللي عايز اقوله لك ان في اشياء لا تشترى، وانت هدفك انك تبين ان كل حاجه بتشترى، لانك افصحت عن مبدأك، قلت كل اللاعبين هم هدفهم الفلوس بس، واهم من يعتقد ان في انتماء. انت عارف كويس قوي اسماء لاعبين، ومش هنقول الاسماء يا اسامه ومش حابين نقولها، ولكن كلنا عارفين لاعبين في النادي الاهلي والجماهير عارفاها، انت فوضتها وعارف كويس قوي الرد بتاعها عليك كان ايه. وفي ناس بعروض رسميه واتقال لهم جاي لكم عرض كذا، اتقال احنا معاك ومكملين مع النادي الاهلي، ومش بنتكلم في تعويض مادي. النادي الاهلي انتماء، حاجات صعب تفهمها لان انت شغال في كيان مفيش فيه انتماء، انت بتاخد مال بتأدي خدمة قصادها، اكتر من كده ما تعرفش. وعشان كده فارس هو بيكلم المحللين، انت محتاج المحلل يطلع يقول كلام غير اللي انا شايفه. ممكن نستعرض صورة رمضان صبحي اللي انتقل لنادي بيراميدز من اجل الطموح، ونشوف عمل ايه امام فريق صاعد مع كامل الاحترام ليه، فريق سيراميكا كليوباترا، عشان نشوف ان اكتر من اهداف، ولا 91 اهداف، صفر اسيست، صفر محاولات على المرمى، صفر اكسبكتد جولز، صفر تمريرات طوليه. رمضان صبحي اعتاد على ان يحقق اصفار، واضح جدا ان فكره الست اصفار شغلت رمضان صبحي، بقت بتنتقل من البنك لرصيده في الملاعب، فمحقق ست اصفار في مباراه سيراميكا كليوباترا. محتاج تقول كمحلل يقول على ست اصفار ايه؟ محتاج يقول ان اول ثلاث مباريات الموسم اللي فات رمضان مسجل ثلاث اهداف وصنع هدف، زي ما اسامه قال لكم
اول ثلاث مباريات صفر رمضان صفر كبير، وزي ما شفنا لاعب زي عبد الله السعيد اخر بطولات خدها مع النادي الاهلي سنتين، وهي المده الاطول من بعد 2011 ل 2018 مع النادي الاهلي ما حققش اي بطولات. فلما الناس بتقول الطموح، لان هي عارفه يعني ايه الطموح داخل النادي الاهلي، ما حدش بيتجنى عليك، الطموح في الاهلي مش في حته تانية. واما بقى فكره الطموح بيجي ازاي، فدي حاجه اصعب من انك تفهمها الا اذا قعدت تدرس النادي الاهلي، اداره، جهاز فني، لاعبين، مثلث النجاح في النادي الاهلي. نشوفكم الاسبوع القادم، والاهلي دايما خط احمر. انتهى الكلام، سلام.